أجنبي زيارات ميدانية لكل من إماراتي رأس الخيمة والفجيرة للتعرف عن قرب للأطراف المشتركة في تقديم خدمات الكهرباء والمياه في دولة الإمارات. هذه الزيارات كانت من ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة، وهي المرتبطة بالتعرف على أهداف الاستراتيجية، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الرسوم المتعلقة بها. تعرفنا في هذه الاجتماعات على الجهود اللي تبذلها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على الجانب المتعلق بالكهرباء ومحطات توليد الطاقة، وأيضا على محطات تحلية المياه والمياه الجوفية. لقاءاتنا هذه أثمرت طبعا في الإجابة على عديد من تساؤلاتنا، وإثراء أيضا فريق العمل المرتبط بهذه اللجنة.